واستغفر إنه كان توابا. صدق الله العظيم. بتلاوة لآيات الله الكريمة، افتتح مروان مؤتمرا يخص ذويه من مرضى التوحد ليبرهن بأن لهم صوت يسمع وأنهم موجودون في المجتمع. هم أشخاص رائعون لديهم الرغبة في التعلم والرغبة في أن يكونوا جزءا في هذا المجتمع، ومن خلال عملنا معهم نساعدهم على تطوير هذه المهارات كي يكونوا فاعلين أكثر وسعداء ومرتاحين مع أنفسهم. طرح المؤتمر مجموعة من الطرق الحديثة والعملية تساعد مرضى التوحد في التغلب على انطوائهم الاجتماعي وكيفية التحكم بذاتهم جسديا ونفسيا. كلما وفرنا تعليم فعال أكثر، كلما نجحنا في مساعدة مرضى التوحد وعائلاتهم والمساهمة في المجتمع، خصوصا في العصر الحديث حيث أن التقنيات أصبحت تقدم لمرضى التوحد وظائف تناسبهم وتعتمد على التركيز. كجزء من منهاجه التأهيلي، يتلقى مروان دروسا في الرياضيات والرسم والتاريخ، إضافة إلى التربية الإسلامية التي تتضمن تعليم السنة النبوية والقرآن الكريم صلى الله عليه وسلم. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل من مالك. من مالك، صدق رسول الله. ده طفل مش عارف أي شيء، أنت بتبتدي تعلمه أشياء أو مهارات وسلوكيات أنت عايزه يبديها أو يظهرها من خلال تفاعله مع الآخرين. فإحنا أول حاجة لازم المعلم بيتميز بالصبر، يتميز يكون عنده مثابرة في العمل، وأهم شيء طبعا ضمير الإنسان اللي بيمليه عليه قدام رب العالمين سبحانه وتعالى. شو أعطيك الحين؟ نجمة. أعطيك نجمة عشان مروان ولد إيه؟ شاطر. وفي موعد صلاة الظهر توضأ مروان ثم صلى صلاة مرددا فيها آيات الرحمة والتوبة، رافعا يده للدعاء راجيا من الله دوام نعمته. هم عفانهم وأحسن.